ناس كثير بتفكر ليش الثعابين موجودة على وجه الأرض؟ ليش ربنا ما يأخذها ويخلصنا منها ومن شرورها؟ ليش ما نقضي عليها؟ ليش ما يقوموا الناس ويقتلوها كلها؟ إيش فائدة الثعابين؟ وليش ربنا خلقها؟ أسئلة بتدور في دماغ ناس كثير جدا، خصوصا لما يسمعوا كلمة ثعبان. الثعابين لها دور كبير جدا، دور يمكن أكثر مما نتخيله. فوائدها كثير جدا، دخلت في كل حاجة في حياتنا تقريبا، عرفنا ولا ما عرفنا، دخلت في كل حاجة. لو اتكلمنا على مستوى البيئة، الثعابين لوحدها بتقضي على ملايين الفيران، السحالي، الحشرات، الأشياء الضارة سواء بينا أو بالمزروعات. في استراليا لوحدها سووا إحصائية، لقوا إنه الثعابين بتقضي على 8 مليون فار في استراليا فقط. فلو حسبنا على مستوى العالم هنلاقي انه ملايين الملايين من القوارض والفئران والسحالي بتقضي عليها الثعابين. ثم الثعبان نفسه ممكن يكون قاتل، لكن في تركيبات مفيدة بالنسبة للإنسان. وبنشوف شعار الصيدلة اللي هو الكاس والثعبان اللي ملفوف عليها. أخذوا الأنزيمات هذه ودخلوها في صناعات علاجية كثيرة جدا. المردود المادي سواء على المستوى الشخصي أو المستوى القرية أو المدينة أو حتى الدولة. لو أخذنا على المستوى الشخصي حنلاقي إنه شخص مثلا عنده ثعبان معاه كاميرا بيلف في الأماكن العامة بيخلي الناس يمسكوا الثعبان ويصورهم مقابل مادي. بنشوف الشخص اللي عنده الكوبرا معاه مزمار بيسوي موسيقى، الناس بتتجمع بيعطوله فلوس، عروض واشياء كثيره جدا بتصير على المستوى الشخصي في العالم كله. لو تكلمنا على قرى مثلا، في ناس او قرى بتقوم على صيد الثعابين، زي قريه ابو رواش في مصر. قريه ابو رواش في مصر معروف انه مهتمه بصيد الثعابين وتوريدها للمراكز العلاجيه ومراكز السموم. مدينه في امريكا اسمها ستيل ووتر، ستيل ووتر بتسوي مهرجان خاص بالافاعي المجلجله، بيصطادوا آلاف الأفاعي المجلجلة، بيسووا مهرجان، بيجي آلاف الزائرين، بيسووا فيه عروض، بيسووا فيه أشياء تذكارية. طبعا الناس بتجي بتصرف في المكان كله، بيشتغل عشان الثعابين اللي موجودة في المنطقة هذه. دخلت الثعابين في صناعة الأفلام بشكل كبير جدا. نفتكر فيلم أناكوندا، فيلم الثعابين في الطيارة، هذه من أشهر الأفلام يمكن اللي شفناها أو سمعنا عنها. دخلت ملايين الدولارات للشركة المنتجة للفيلم. أشياء كثير جدا مفيدة بالنسبة لنا، إنه نسوي كتب، نسوي أبحاث، نسوي أفلام. ممكن واحد يصور فيلم وثائقي عن الثعبان ويبيعه بالملايين. أشياء كثير جدا يمكن ما نخلي بالنا منها لكن موجودة. غير كده دخلت في صناعة الألعاب، دخلت في الصناعات التذكارية، الإكسسوارات، كل شيء في حياتنا دخل الثعبان فيه بصورة ما. يمكن شايفين في ألعاب أطفال، في شنط، في أكسسوارات، أقلام، حتى المحافظ الخاصة بالتليفونات نلاقي إنها مصنوعة من جلد الثعبان. أشياء كثير جدا. أهم حاجة إن الثعابين دخلت في الموضة، في الموضة على مستوى العالم، ما هو على مستوى مدينة أو قرية أو دولة، على مستوى دول. دخلت الثعابين في الموضة بشكل كبير جدا. ولو شفنا حوالينا هنلاقي انه في نساء كثير جدا يا اما شايلين شنطه من جلد الثعبان، يا اما لابسين جزمه من جلد الثعبان، او لابسين ملابس شكل نقوش الثعبان.
اشياء كثير جدا الثعابين بتدخل فيها من غير ما نعرف، من غير ما نشعر، ما بنهتم بالموضوع لانه بنخاف منها. لكن حتى اللي بيخافوا خصوصا النساء، لو قلت لها اجيب لك ثعبان ذهب حتنبسط وحتفرح اكيد. الثعابين دخلت في حياتنا، موجوده ولها فوائد كثير جدا. اللي يهمنا انه نعرف ربنا ما خلق شيء عبث على وجه الارض، كل حاجه لها فائدتها، كل حاجه لها اهميتها في الحياه. ربنا ما خلق شيء عشان نقضي عليه او نتخلص منه، لا، خلقه عشان خدمتنا، خلقه عشان يسخره لينا عشان نستفيد منه بصوره او باخرى. اتمنى انه نوقف ونتامل ونشوف كل حاجه موجوده حولنا، ايش فائدتها، ايش اهميتها، ليش موجوده. اكيد موجوده الحكمه، يمكن ما توصلنا لها، لكن ما في شيء ربنا خلقه عبث. اتمنى لكم السلامه. شكرا اعزائي متابعينا اليوتيوب، لو اعجبتكم الحلقه وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.